تعالوا كمان نروح للترند الثالث والاخير اللي معانا واللي هنتكلم عنه، خاص بحدث مهم وتاريخي كلنا اكيد منتظرينه، ومش احنا بس، العالم كله منتظر الحدث ده وهيتابعه، تحديدا يوم الخميس اللي جاي، وهو افتتاح طريق الكباش بالاقصر اللي عمره الاف السنين. الحقيقه لازم نشيد بالدور اللي بتقوم بيه وزاره السياحه والاثار للترويج للحدث التاريخي ده على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن ضمن الفيديوهات اللي حققت اعلى نسبه مشاهدة على السوشيال ميديا هو الفيديو اللي نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على الفيسبوك للترويج لحفل الافتتاح، وعلقت على الفيديو قالت يوم 25 نوفمبر افتتاح طريق الكباش بالأقصر، تاريخ عمره ألاف السنين وحضارة هتشوفها بعينيك، في حدث ما ينفعش أبدا ما ينفعش أبدا أي حد يفوته، أكيد هنتابعه كلنا يعني، وأنظار العالم كلها هتتجه للأقصر يوم 25. عايزين نشوف كده الفيديو اللي نزلته الصفحة الرسمية، وبعد الفيديو استنونا هيكون معانا ضيوفنا اللي هينورونا النهاردة، رومينا وأحمد. رومينا الحقيقة يعني بلغارية بس من شبرا، تعالوا نشوف بعض الفاصل.